هيئة التنسيق الوطنية تعقد مؤتمرها في دمشق بحضور دبلوماسي عربي ودولي، لنتابع التقرير. على أعتاب الانتخابات الرئاسية المنتظرة في سوريا ومع شبه ثبات في خطوط السيطرة العسكرية في كافة البلاد، تسعى هيئة التنسيق الوطنية لعقد مؤتمرها يوم السبت المقبل في العاصمة السورية دمشق. المؤتمر المنتظر من المقرر أن يتمخض عنه تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية بهدف تأمين الانتقال السياسي وتنفيذ بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 21/18 و22/54. الهيئة وجهت دعوة لحضور المؤتمر للحكومات الممثلة دبلوماسيا في دمشق، بينها روسيا وإيران والصين ومصر وبعض الدول، على علم مسبق من انعقاده بحسب المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم. وأكد عبد العظيم أن المؤتمر الجديد سيعقد بمشاركة مكونات هيئة التنسيق 11 وعشرة كيانات أخرى لتشكيل أوسع تحالف من القوى الوطنية المتمسكة بالحل السياسي على حد وصفه. وتأسست هيئة التنسيق الوطنية في حزيران يونيو 2011 من 11 حزبا ومكونا وقوى سورية معارضة من داخل وخارج سوريا بهدف التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا، مع رفض التدخل الخارجي والمطالبة بانتقال سياسي حسب بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن الدولي. وفي أيلول سبتمبر 2012 عقدت الهيئة في دمشق مؤتمر الإنقاذ الوطني بحضور سفراء وممثلي روسيا وإيران ومصر، وطالبت من خلاله بالتغيير الديمقراطي الجذري. وحول هذا الموضوع أرحب بضيفي من دمشق الأستاذ محمد فاضل، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق. مرحبا أستاذ محمد، أهلا بك في حديث اليوم. أستاذ محمد، بداية، ما تفاصيل عقد هذا المؤتمر في دمشق؟ أهلا بكم، يسعد مساكم. يعني نتيجة جهود على مدى يعني أكثر من سنتين، ونحن نسعى في هيئة التنسيق الوطنية لأن نحشد ما أمكن من قوى وطنية ديمقراطية، لأننا نعتقد أن هذه القوى وحدة التي تؤمن الحل السياسي الطبيعي والمنطقي وتنهي حالة الحرب، وننتقل إلى نظام وطني ديمقراطي يحل كل المسائل التي يعني كانت نتيجة الكارثة، كارثة الحرب والتدخلات من كل الأنواع ونتيجة الممارسات الاستبدادية وانتشار الفساد والطريقة التي عولجت بها انتفاضة الشعب السوري. نحن بعد أن توافقنا في جود مكونات هيئة التنسيق الوطنية ومن تسع أحزاب واتجاهات واتجاهين من المستقلين، كان هناك لقاءات مع مجموعة من القوى مثل المبادرة الوطنية في السويداء، حزب التضامن، تيار مجموعة الشباب الوطني عبد الله غضوي، الحزب التقدم الكردي، حزب الوحدة الكردية، الحركة التركمانية، وإضافة إلى شخصيات من الوطنيين التقدميين والديمقراطيين. لذلك كان لابد من تأسيس يعني مؤتمر لجود بشكل أساسي لتؤسس إلى توسيع العمل الوطني الديمقراطي وحشد أكبر عدد من الشخصيات والاتجاهات والقوى والأحزاب الوطنية الديمقراطية. المؤتمر سيكون نهار السبت بعد غد، وسيدعى كما قلتم في التقرير، سيدعى لها سفراء دول وشخصيات وضيوف من كل الاتجاهات. كيف كان الصدى، صدى الدعوة؟ يعني قمتم بدعوة روسيا وإيران ومصر وغيرها من الدول، كيف كان الصدى؟ هل نحن نعتقد بأن هذا شيء جيد جدا، لأننا في هيئة التنسيق
نعتمد الحل السياسي ونرفض السلاح، وتعرفون اللاءات، معروف اللاءات التي رفضتها، التي أعلنتها هيئة التنسيق، وهي لا للطائفية ولا للتدخل الخارجي ولا للسلاح ولا للحل الأمني أيضا. وبالتالي يجب أن يكون جميع أصدقاء الشعب السوري يجب أن يكونوا مرتاحين لهذه الدعوة، لأننا أثبتنا خلال كل فترة الحرب أننا ملتزمين التزام كامل بهذه المواصفات التي تنقذ الوطن، والتي أثبتت الأحداث على أن الحرب دمرت ولم تخرج، وهي لا زالت تعطي نتائج كارثية على مساحة الوطن كاملا. طيب لذلك نعتقد، على أقدر أنهم سيكونوا إيجابيين في هذه المسألة. نعم، طيب مع إضافة للاءات يعني أستاذ محمد، ما هي سقف مطالب هذا المؤتمر؟ هذا المؤتمر مطالبه الأساسية هي معروفة يعني لكل الجهات السورية المعنية في حل القضايا وحتى للعالمية. نحن نعتمد القرار الدولي 2254 لحل المسألة السورية، ونعتمد التفاوض، طريقة التفاوض التي أقرت من قبل الأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وبالتالي نحاول بأي شكل من الأشكال، بكل ما نستطيع من قوة، أن نثبت على أن المطالب الانتقال إلى نظام ديمقراطي وطني هي ليست مطالب من قوى خارجية ومن خارج البلاد، إنها يعني مركزة في مساحة واسعة من شعبنا. شعبنا الآن يحتاج مصيريا إلى الانتقال إلى الديمقراطية لمعالجة المسائل، والمسائل التي لا يمكن أن تعالج لا بالحل الأمني ولا بالحرب ولا بالسلاح، والعالم مقتنع بهذا. فنحاول أن نبذل جهود ونسدد الطاقات من أجل دفع التفاوض في جنيف والتطبيق الفعلي للقرارات بما فيها تأسيس لمرحلة انتقالية تستطيع البلاد أن تأخذ شكلا طبيعيا، لتكون بعدها عملية الانتقال إلى الديمقراطية عملية سلسة وطبيعية وبدون الحالات الكارثية يعني على الأقل التي نعاني منها الآن. طيب أستاذ محمد، هناك سقف للمطالب وأيضا قد تكون النتائج أقل من هذا السقف، ما هي النتائج المرجوة وما المتوقع يعني من هذا المؤتمر؟ أهم نقطة في هذا المؤتمر أنه يقول أن المعارضة ليست في الخارج وليست تابعة لدول، إنها في الداخل وفي دمشق. هذه المعارضة لها مطالب يؤيدها الشعب، وهي تتعلق بمصيره وبخلاصه. وبالتالي المؤتمر عبارة عن توسيع للعمل الوطني الديمقراطي وفي داخل البلد وليس من خارجه. نحن موجودين بين شعبنا ونتحسس كل آلامه وندرك، والقطاع الواسع من شعبنا يدرك. فالمؤتمر عبارة عن تجمع لتسديد الجهود من أجل الدفع بعملية الانتقال إلى الديمقراطية عبر التفاوض وعبر لجنة المفاوضات وعبر تطبيق القرار الدولي المعروف وبيان جنيف بنفس الوقت. نعم، طيب يعني اليوم كيف سيكون موقف الحكومة السورية برأيكم من هذا المؤتمر وبهذا التوقيت؟ أعتقد أننا نقدم يعني حلا منطقيا وسياسيا، ولا نتنازع على سلطة. إننا في مؤتمرنا نتنازع على وطن، ننازع من أجل وطن، نحاول بكل طاقتنا أن ننتقل بالبلد إلى وضع طبيعي. نتمنى من كل الجهات المسؤولة أن تتفهم أن من حقنا كما من حق أي جهة سورية أن تعبر عن رأيها وأن تطرح بكل حرية الحلول، ونحن لا نتحدى ولا يعني نطرح حربا أو قتالا، إننا نطرح حلولا سياسية ضرورية، وهي مسألة مصيرية
بالنسبة للسوريين أن ينتقلوا إلى نظام ديمقراطي وطني. أثبت الحل الأمني أنه لن يؤدي إلى يعني لن يؤدي إلى نتائج مرضية، وأثبتت الحرب أنها كارثة بكل المعاني. فنحن نقدم حلولا سياسية اعتمدها المجتمع الدولي والدول التي ستحضر مؤتمرنا كذلك اعترفت به بما فيها السلطة السورية أو الحكومة السورية. طيب يعني ألا تتوقعون؟ لذلك نرجو. نعم تفضل أكمل أستاذ محمد. لا أتوقع أن يكونوا راضين، لكن هذا رأينا ونعلنه، وإن كان فيه أي شيء سلبي فليتفضلوا وليحاورونا على كل بكل الوسائل المتاحة لهم والتي لا تتاح لنا بالأصل. طيب يعني ألا تتوقعون أقدام؟ نحن نطرح حوارا من أجل الانتقال إلى الديمقراطية إن رضوا أو لم يرضوا. طيب يعني ألا تتوقعون إقدام القوات الحكومية على اعتقال بعض الشخصيات عقب هذا المؤتمر، يعني كما حصل في مؤتمر الإنقاذ الوطني في عام 2012؟ هل حصلتم على ضمانات؟ أن لم نحصل على ضمانات أبدا، لكن أعتقد أنه من الحكمة ومن الشعور بالمسؤولية ألا تقدم الحكومة السورية، لأن هذه المسألة مسألة مثارة على مستوى العالم ككل، وهي لا تفيد الأمن، يعني لا ليس هناك فائدة حتى للأمن بأن يعتقلوا. هذا الاعتقال لم يقدم أي ضمانة أمنية لا للسلطة ولا للاتجاهات الثانية. لا أعتقد أن السلطة إن أقدمت على اعتقالات أنها تحل المسألة، بالعكس أنها تعقد المسائل. نعم. طيب لماذا يوصف موقف الحكومة السورية إلى الآن بالسلبي، يعني مع مباحثات جنيف ومع الإدارة الذاتية فيما يخص الحل السياسي؟ أعتقد أن التقديرات تقديرات السلطة للحلول تقديرات مبنية على المراهنة على الحل العسكري والحل الأمني وعلى دعم الدول الحليفة، و يعني معادلة الصراع في سوريا تدل على أن هذا استنفذ كل إمكانياته المتاحة بالنسبة للسلطة، وليس أمامنا كشعب سلطة ومعارضة، ليس أمامنا إلا أن ننتقل إلى الديمقراطية عبر القرار الدولي وعبر لجنة التفاوض وبالتحاور وليس بالتفاوض. إنه من المعيب أن نتفاوض نحن كسوريين، عبر التحاور الندي الذي يعترف بحق الرأي الآخر ويعتمد الأسس التي ثبتت في جنيف وفي القرار 2254. جزيل الشكر على المشاركة وكل هذه الإيضاحات من دمشق، الأستاذ محمد فاضل عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لنسدل الستار على ما تبقى لليلة.